مرحبا بكم، نهار كبير هذا. زينيتي، شي سر هذا؟ من بعد نعاود لك الشهيوه اللي كيبغي خويا غادي تبرد. يعطيك الصحه، فيتي جبتي الزيت في البلاد وفصلتي على غير هنا؟ ما فيش زيت الزيتون، فيه الزعفران والزيتون وزيد وزيد والبعيد ولا قريب. شوفوا كاع المنتوجات المحليه ولات في السوبر مارشي بلا ما تسافروا ليها، وفي هذا الشيء الطبيعي عندهم حتى مواد ديال التجبيل، وهذا هو السر ديالي. المنتجات المحلية كنز وإرث حافظت عليه الأجيال، وهو اليوم ولا في متناول جميع المستهلكين وبجودة مضمونة ومعترف بها، وهذا بفضل المواكبة اللي كتقوم بها وكالة التنمية الفلاحية اللي دخلت التعاونيات الفلاحية في شبكة توزيع عصرية ديال المحلات التجارية الكبرى والمتوسطة. منتوجات أرض المغرب، ثراء طبيعتنا، مصدر فخرنا. وغير اللي ما بغاش.